طريق النهاية. بدك تحكي لي شنتايت شو وشو كان فيها؟ يا سيدي هي شنتايت لابتوب وكنت حاطط فيها مصاري والجوال. ايوه طيب وين صارت السرقة وامتى؟ امبارح المساء يا سيدي انا عم جيب الخبزات وراجع على البيت ما شف لك غير ميتور من وراي، سحب الشنتاية وقلبني على الارض وهرب. وما حدا حسن يمسكه؟ لا ما كان في حدا، بس كان في واحد صاحب محل لما شافني قلبت على الارض اجا ساعدني. طيب هات الاخ اللي ساعدك وين بيتواجد اذا احتجنا؟ سيدي هو عنده محل جنب الفرن. طيب طيب انت الله يعطيك العافية فيك تروح على بيتك. الله يعافيك سيدي. يا قصي بعت لي تبليغ لهذا الأخ اللي اسمه حسين. حاضر سيدي فورا. لك يا معاذ يا معاذ لهلأ ما قلت لي شو صار بالزبون اللي بعت لك يا اشتريت منه الجوال ولا لا؟ لا لا ما اشتريته، الجوال ما بيستاهل هيك سعر حاطه. لك معقول ما قدرت تنزله ولا ليرة انت التاني؟ معقول ما رضي ينزل ولا ليرة. تخيل هالحكي هان. ثواني ثواني بس. لك تعال 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 شوف فادي تعال. خير خير شوفي. لك في واحد مسروق موبايله من جنب الفرن. شو يعني عادي؟ لك الجوال اللي عم يحكوا عليه نفس جوال الزلمة اللي اجا بده يبيعنا اياه اللي بعت لي اياه انت. معقول هالحكي؟ معقول. ايه تعال شوف تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي تفضل. معلم زكاتك بدنا نروت هالجوال. ايه تكرم عينك هات لأشوف. تفضل. العمى لك هاد نفس الجوال اللي كانوا معملين عليه، لازم نعرف نتصرف. أشو صار معك معلم؟ أخي هذا الجوال بده شغل شوي، بده شغلة نص ساعة، روح ورجع خده. لا أخي ما عاد بدي، إذا هيك أعطيني إياه. خلص خلص خليني زبط لك يا ما بطول. لا لا ما عاد بدي، مستعجل كتر خيرك. طيب طيب تفضل. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. والله لازم بلغ صاحب الجوال فورا. قال نص ساعة يا عمي، هذا بدي يبلينا تركها منه. الو السلام عليكم، كيفك اخي؟ وعليكم السلام، تفضل. اخي مو هذا الرقم اللي عممته عليه عشان جوال مسروق؟ بلا صحيح هذا هو. اخي بس بدي خبرك انه اليوم اجا واحد لعنا. ايه بدي يروت الجوال ومواصفات الجوال نفس الجوال اللي عممته عليه. عن جد عم تحكي اخي؟ عن جد؟ ايه اخي، ولما قلت له روح ورجع بعد نص ساعه بيكون جاهز اخذ الجوال ومشي. الله يهديك يا اخي، ليش هيك ساويت؟ لك ليش ما خبرت الشرطه فورا؟ ايه ما قدرت، خفت يكون الجوال له. بس اذا بدك هلا بروح معك على المخفر وبحكي اللي صار. الله يكرمك يا رب، بعت لي عنوانك خليني اجي لعندك فورا قبل ما يروح الجوال. ايه تكرم تكرم، رح ابعت لك الموقع وانا بانتظارك. مشوار الطريق يكون عندك. يعني يا عم انت شفت الزلمه اللي سرق الشنتاي صح؟ صح. طيب بتعرفوا شيء؟ هلا سيدينن اول شيء كانوا اثنين، ما اعرف شخصيه ما بعرفهم، بس يعني اذا شفتهم مره ثانيه بعرفهم مباشره. تمام طيب احكي لي شو مواصفاتهم. سيدي الوراني اللي هو نفسه اللي سرق الشنتاي كان مو طويل زياده بس نحيف. ايوه وشو كمان؟ وكمان كانوا شعراته طوال ورابطهم لورا. طيب يعطيك العافيه فيك تمشي انت. الله يعافيك سيدي، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. أهلين أخي. وعليكم السلام سيدي. أنا اللي إجيت مبارح وقدمت بلاغ عن الشنطة. عرفتك عرفتك، في شيء جديد؟ إيه سيدي، التقى الجوال بس ما قدرنا نجيبه. ما فهمت عليك، قعد واحكي لي بالتفصيل.
تمام سيدي، هاي الأخ رح يحكي لك شو صار. على مهلكون وحكولي بالتفصيل، تفضل ارتاحوا. سيدي أنا بشتغل بمحل جوالات واليوم إجا لعندي علي. أول شي على مهلك وحكي لي مين علي. هذا شاب إجا لعندي وعرض علي الجوال. نفس مواصفات الجوال المسروق. أيوة، يعني أنت بتعرفوا لهادي اللي عرض عليك الجوال؟ مو زيادة، بس نحنا ولاد بلد واحدة. كمل. إجا لعندي وطلب مني إني أروت له الجوال. قلت له روح وارجع بعد شي نص ساعة لبين ما يجهز. بس ما قبل، أخذ الجوال ومشي فورا. أيوة، طيب أنت بتعرف وين بيته وين عنوانه؟ إيه سيدي بعرف، حتى أخوه في عنده محل بالسوق بيشتغل نفس شغلتنا. طيب طيب، الله يعطيكم العافية، فيكم تمشوا. يا قصي جاهز حالك، خلينا نطلع نجيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك مرشد أخو لعلي؟ إيه سيدي أنا هو، خير شو بدكم منه سيدي؟ أخوك علي مطلوب للمغفر. شو مغفر ما مغفر يا سيدي؟ ليش شو عامل عليه؟ أخوك مطلوب بتهمة سرقة ونحن عم ندور عليه. يا سيدي أخي ما بيسرق، أنا بعرفه. هلا أنا جيت أعرف وين بيكون موجود أخوك، لأن رحنا على البيت وما لقيناه. بيكون مع رفقاته بشي مكان، أنا شو بعرفني وين بيكون؟ على كل حال إذا مرق لعندك بتعطيه هاي التبليغة. وينك؟ إذا بندرى أنك بتعرف وين مكانه وما خبرتنا لا تلوم اللي حالك، عم تفهم؟ حاضر حاضر سيدي، مثل ما بتكون. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك تعال تعال، انت وين كنت طول النهار؟ بعد ليش هيك حالي شعرك؟ خير اشو فيه؟ ليش عم تسأل؟ لك اليوم اجت دورية شرطة وعم تسأل عنك. دورية؟ اشو بدهون؟ عم بيقولوا انك متهم بسرقة. سرقة؟ ايمت اجوا؟ هلأ لسه ما صارلن 10 دقايق ماشيين. طيب انا هلق ماشي، بدك شيء؟ لك لوين ماشي؟ لك بس فهمني شو القصة. بعدين. لك تعال تعال لك يا علي. يعني ما بدك تحكي انه انت اللي سارق الجوال؟ سيدي انا عن جد ما سرق الجوال حدا، حتى الجوال اللي عم تحكوا عنه انا ما بعرفه، حتى شوف جوالي سيدي اليوم اشتريته لسه. هلا لا تقعد تكذب، صاحب المحل اللي جيت تروت عنده الجوال حكالنا انه كان معك جوال نفس الجوال اللي انسرق من عبد القادر، بقى لا تقعد تلف وتدور. يا سيدي بكون مخربط، اذا بدك هلق بخلي اخي يجيب لي كرتونه الجوال حتى تتاكد انه هذا الجوال اللي اشتريته اليوم، انا ما لي علاقه لا بسرقه ولا بشيء. يا قصي خد لي اياها النظارة. نظارة يا سيدي؟ لك صدقني انا مالي علاقة بالجوال يا سيدي. امشي قدامي، امشي يلا. تفضل. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، تفضل يا معاذ ارتاح. قال طلبتني خير في شي؟ مزبوط طلبتك، حتى خبرك انه علي انكر كل شي حكيت لنا اياه. كيف يعني سيدي؟ ما اعترف انه جاب لي الجوال؟ انكر كل شي حكيته. طيب شو بعينك؟ هاد جواله، نوعيته غير الجوال اللي عم تحكي عنه انت. سيدي هاد كذاب، هذا مو نفس الجوال اللي جاب لي اياه. كانه شاري جديد، بكون اجتراه وقت انكشف امره. شوف سيدي مبين عليه جديد. طيب طيب يا معاذ، انت الله يعطيك العافية، فيك تمشي. الله يعافيك سيدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا قصي بعتنا خبر لحسن يجي لهون ضروري. حاضر فورا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شاهد حسن صار هون. كتير منيح، معناها هلا بتنزل انت وياه لتحت وخلي شوف عليه اذا هو نفسه اللي شافه ولا لا. تمام فورا. وينك يا قصي؟ خلي يشوفه بدون ما يحس عليكم او ينتبه. تمام يلا فورا.
ليك وحدك هو علي اي واحد لا لا ما شفته سيدي هاد اللي عم يشرب مي ايه ايه شفته شفته شو صار معك هوي ولا لا ايه يا سيدي هو هوي بس كان شعره طويل ما كان قصه هيك متأكد يا حسن ايه سيدي متأكد متأكد 100% طيب امشي امشي معك يعني بفهم من حكيك يا قصي انه حالق شعره حتى ما حدا يعرفه صحيح لانه حسن قال لي انه لما شافه كان شعره طويل لا وكمان لما حسن انه انكشف امره مشتري جوالي بيشبه الجوالي اللي سرقه أيوة. مشان يغطي على هداك الجوال يخرب بيته شو خبيث الله المستعان هدوء الجلسة الآن للنطق بالحكم بعد الاستماع للمتهم علي والاستماع للنيابة العامة ولشهادة الشهود والأدلة قررت المحكمة بالإجماع ما يلي أولا تجريم المدعى عليه علي بجرم سرقة غير الحدية ثانيا إلزام المدعى عليه علي بضمان جوال المدعي عبد القادر نوع A10 عادي حسب تقدير أهل الخبرة وقت السرقة ثالثا إلزام المدعى عليه برد مبلغ النقود الذي كان موجودا في الحقيبة للمدعي عبد القادر وضمان قيمة الحقيبة حسب تقدير أهل الخبرة وقت السرقة رابعا معاقبة المدعى عليه علي بالجلد 170 جلدة وسجنه 4 أشهر من تاريخ توقيفه وغرامة $100 أمريكي رفعت الجلسة طريق النهايه